فلا وجود لطاعة المراجع هنا. هذه كينونة دين العترة الطاهرة، وإنما قيمة العلماء بقدر ما يحسنون من روايات العترة الطاهرة، هذا هو ميزان أئمتنا. هذه كينونة دين العترة الطاهرة، كينونة المذهب الطوسي القذر المرجعية. ألا تلاحظون أن الطوسيين في كل كتبهم ينتقصون من محمد وآل محمد، لكنهم لا ينتقصون من المراجع. نعم يناقشون آراءهم، إنما يناقشون آراءهم لا بحثا عن الهدى، بسبب التنافس فيما بين المراجع، ويحاولون أن يظهروا أنفسهم من أنهم الأفضل، من أنهم الأعلى، لكنهم لا يقدحون في المراجع أبدا. القدح في أشخاص الأئمة، حينما يناقشون يقدحون في آرائهم لا يقدحون في أشخاصهم، وهذا في الدرس فقط، في الجو الحوزوي الخاص. أمام الشيعة لا يظهرون إلا المدح للمراجع، بينما الانتقاص من الأئمة موجود في كتب العقائد، والانتقاص من رواة الحديث وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم موجود في كتب الرجال، وفي كتب علم الأصول، وفي كتب الفقه الاستدلالية، في كل مكان ينتقصون من أصحاب الأئمة، وينتقصون من الأئمة في كتب العقائد، لكن المراجع لا ينتقص منهم. لماذا؟ لأن كينونة المذهب الطوسي المرجعية، ولذا جعلوا الشيعة يلهجون ليل نهار بذكر المرجعية، وأوهموا الشيعة من أن مركز الدين هو المرجعية، ومن أن الخطر إذا وصل إلى المرجعية فقد وصل إلى الدين. وما المرجعية الطوسية إلا أكوام من الخراء، ليس إلا. فأي خطر يصل إلى أكوام الخراء؟ الخطر الذي يصل إليهم أن تكتشف حقيقتهم، هذا هو الخطر الذي يخافون منه، أن تكتشف حقيقتهم، وإلا فليس هناك من خطر عليهم. في كل زمان علاقاتهم حسنة وجيدة مع الحكومات، والشيعة تنقل الأموال إليهم وهي تقدسهم. الخطر من أين يأتي؟ الخطر يأتي من جهتين فقط. الجهة الأولى فيما بينهم، فإن أحدهم يحفر للآخر، والجهة الثانية يخافون أن الشيعة تكتشف حقيقته، عداؤهم لي لأنني أكشف حقائقهم، يخافون أن الشيعة تصدق كلامي وبالتالي ترتب أثرا على الكلام الذي يسمعونه مني، وحينئذ سيعرضون عنهم، وستتضح حقيقة المرجعية في النجف من أنها أكوام خراء ليس إلا.